سعداء طبعا بوجودك معانا النهارده، ولكن حبيبي على الجانب الاخر ايضا الف مبروك لفريق كره الطائره رجال، العلامه الكامله، العلامه الكامله الحقيقه، 4 بطولات من 4 بطولات، حاجه جميله جدا. مبروك طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي لكره الطائره النهارده، والحمد لله وشنا حلو عليهم عشان ما حدش يزعل مننا. دايما الحمد لله. الحمد لله. فمن نجاح لنجاح دايما وتفوق، والميزه اللي بقت موجوده في النادي الاهلي انا بقيت بحس ان الالعاب بتنافس بعض، يعني بقى في منافسه بين الالعاب كلها ان نقدر كل مين عايز يكسب يحقق كل بطولات حاجه. اكتر. صحيح. فدي حاجه كويسه جدا، وبتوجه بالشكر طبعا لمجلس الاداره ان قدر يحقق ده، ان يخلي كل الرياضات فيها منافسه، ان كل رياضه عايزه تحقق اعلى حاجه واحسن حاجه. فبقول لهم مبروك النهارده على الفوز، ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح.